هم من تتبدا من الراحه ديال النوم ديالهم وهادي اللي سوا ولا كانوا محتاجين شي حاجه غادي نبدا نوفوها لهم دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تبدأ حكاية رحلة طويلة إلى الكونغو الديمقراطية بإجراء أول وآخر حصة تدريبية لممثل المغرب في هذه المسابقة على أرضية ملعب تي بي مازيمبي مسرح المواجهة. الحمد لله كانت واحد السفر طويل اللي تقريبا شي 12 ساعة، مي الحمد لله جاز كل شيء مزيان. واليوم اول حصه ديالنا في الملعب، جينا نشوفوا الملعب. كاين واحد الطقس الحراره اللي مرتفع الرطوبه، وان شاء الله احنا يعني متحملين المسؤوليه وجينا باش نشرفوا المغرب. وبالنسبه للحصه اللي جرينا يعني تعرفنا على الملعب، كيف ما شفتوا الملعب يعني عنده عشب صناعي اللي احنا ما عارفينش كلعبوا به، ولكن يعني خصنا نتادابطاو مع يعني مع لو جو. الحمد لله كان يعني كنستلموا المعلومات ديال الكوتش وليد، وان شاء الله احنا الاهم عندنا هو المباراه ديال غدا. لا حنا عارفين سي هادي دومي فينال هاد كوب دافريك، ماشي كل عام تقدر تلعب اون دومي فينال. العام اللي فات دوزناها وخسرنا، دونك كنعرفوا لي ديتاي، ما كناش سجلنا في بتجايه ونبنا في الاخر، دونك عارفين حتى حنا الفرقه اللي كبيره في الافريك، احسن فرقه هي مع الاهلي في لي ديرنيغ زاني. بالحق جينا باش خصنا نصفدوا من العام اللي فات، ما سجلناش بتجايه، خصنا نديروا كل شيء باش نسجلوا. الماتش ما غاديش يكون سهل مع الجمهور ديالهم. جوستومون وي ان ماتش تري ديفيسيل دومان contre le FUS. Donc c'est une équipe qui est en train de monter tellement en puissance. C'est une forte équipe, je peux dire, actuellement au Maroc. Donc on va jouer avec beaucoup de prudence et beaucoup de sérénité, quoi. حصة رافقتها أجواء طريفة من قبل اللاعبين والجماهير الكونغولية التي توعدت الفتح. ملعب مازيمبي ملعب بتصميم إنجليزي، هو معقل منافس الفتح في نصف نهائي كأس الكاف الذي مر منه عديد النجوم. ملعب اتسم بعرقته فتم تجديده سنة 2012 ليصبح على هذه الحلة الجميلة.
Le stade Mazembe est situé dans la ville, géographiquement dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga et plus précisément dans la commune de Kamalondo, qui est une des communes les plus bouillantes de la ville de Lubumbashi, où tout le monde s'y veut fêter, il vient fêter à Kamalondo. Le stade TP Mazembe, c'est un stade qui est né, je peux le dire ainsi, sur les cendres du vieux stade Mwanke. Et aujourd'hui, on l'appelle stade TP Mazembe de Lubumbashi. Ah oui, nous avons joué la finale de la Champions League ici. Nous avons déjà joué la finale de la Champions League remportée par Mazembe. Nous avons joué la finale de la Coupe de la Confédération remportée par Mazembe. Nous avons perdu la Coupe de la Confédération sur ce même stade. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour recevoir n'importe quelle compétition, même la Coupe du Monde. Hein. Si on nous donnait, nous pouvons constituer une des sites de la Coupe du Monde. Hein. Le stade, vous voyez, le standing, c'est vraiment parfait. Hein. Stade Saraha, très très beau stade à l'anglaise. Je m'en vais concret. بحق دري عندهم ثقة تاعنا نتقاتلوا باش بحال اللي كنقول ديما باش نبقاو بالروح باش ان شاء الله تكون عندنا في يدنا في مولاي حسن نتأهلوا. ظهر الأحد الموعد الحاسمة مكونات الفتح الرباطي على أتم الاستعداد شدت الرحالة صوب ملعب تبي مازيمبي كثير من التركيز والاستعداد النفسي والبدني أيضا. الشرادي كانت على رأس طاقم الفتح الطبي، هي أول سيدة على المستوى الإفريقي والعربي، خبرت الميادين العشبية وتحدت عوائق السفارة الإفريقية بالخصوص. حقيقة تجربة مهمة وتجربة زعما تري ريش انتريسونت، ونتمنى ان شاء الله نكون فتحت الباب للاخوات الطبيبات ان شاء الله باش يمشيو في نفس المنوال. ان طريق خص هي يكون طبيب راجل ولا امراه، هذا لو دومين هذا خص اللي يبغيه اللي يمشي له، كما كان الجنس ديالو خص اللي يبغيه اللي يتفانى فيه اللي يخدم فيه، فيه الخدمه ولكن فيه الخدمه وفيه فيه البليزير، زعما خص واحد يكون تيبغيه باش يخدم فيه. ديما انا تندبلاصا والخدمه ديالنا هي هذه، الخدمه ديالنا لابد غادي نضحي، والعائله ديالنا الصغيره هي الاولى اللي تساندنا وتضحي معنا، لا العائله الصغيره ولا العائله الكبيره، متفاهمين شنو هي لا سيتياسيون. وبالعكس في الاخر تتلقاهم فخورين تيقولوا بون الواحد الام تتغيب ولكن على شي حاجه، ما تتغيبش غير كومسا، تتغيب بان تتقدم شي خدمات لشي وحدين، مفتخرين بها. المهمه لن تكون سهله للفتح اكيد امام فريق بمرجعيه افريقيه خالصة، لكن فريق العاصمة اكتسب من الخبرة ما يكفي لأن يكون منافسا عنيدا لتيبي مازيمبي، العارف جيدا بقيمة ابناء الركراكي. عندنا الدراري اللي يقدروا يديروا الخدمه، ديما كنستافد وكنقول الجروب هو كل شيء، دونك الدراري اللي كيدخلوا خصهم يتقاتلوا باش يبينوا ملي لي زابسون ما كاين مشكل في الفاتح، وما خصناش نفتشوا لي زكسكيوز، حنا عارفين لا ليز لا كاف ماشي سهله، خصنا نعاولوا بها، ديرناها مع الصفاكس وخصنا نساليو مع مازيمبي بلا ميم مانيير، خصنا الثقه، خصنا نمشيو باش نربحوا. انا يمكن تي بي مازيمبي عمرها ما خسرت في الدار، دونك سي ان بون شالونج بالنسبه لنا، ولا نقدروا نديروا ان اكسبلو هنا. الثالثة والنصف من يوم الأحد فاتح أكتوبر أطلق الحكم بكاري بابا غاساما صافرة البداية لمباراة قوية جدا فاز فيها تيبي مازيمبي بهدف واحد لصفر، وتألق فيها أيمن مجيد حارس مرمى الفتح الرباطي. أيمن، مباراة كبيرة يمكن رجل المباراة. ماشي ترى نتيجه ايجابيه وسلبيه، اش كنا بغينا نجيب التعادل ولا شي حاجه. المهم احنا دابا باقي لينا ماتش عندنا في الدار وقدام جمهور المغربي غيحضر بكثافه، ونفوز ان شاء الله وندوز الفينال والوداد تيدوز الفينال.
رغم الظروف التي أحاطت بهذه المباراة القوية، فقد قدم رجال وليد الركراكي عرضا طيبا استحسنته مكونات الفريق. كما تعرف جميع المقابلة كانت شوية صعيبة اللي لعبنا ضد الخصم وضد الحرارة، يعني بقى مقابلة الإياب يعني اللي نحقق فيها واحد النتيجة اللي تكون مزيانة ونتأهل إن شاء الله. مقابلة ما كانت سهلة، كان الأجواء كانت صعيبة شوية، الصهد وتيران سانتيتيك، فالحمد لله درنا ماتش كبير. كنبغينا هنا الدباري 1-0 هنا ما سهلاش، كنعرفوا هما اللي داو الكوب دافريك العام اللي فات، وواحد زيرو كيبقى كتبقى نتيجة زوينة. كما كنت قلت لك فكاليفيكاسيون غتلعب في الرباط ما تلعبش هنا. ما قالتش والله ما قالت صراحة، فريق مازيمبي فريق قوي، قدمنا مقابلة قوية الصراحة، جاونا فرص وإن شاء الله الحاجة اللي كنوعد بها الجمهور إن شاء الله في مدينة الرباط غنقوموا بمقابلة كبيرة إن شاء الله وغنتأهلوا في مدينة الرباط إن شاء الله. هذه كتبقى نتيجة إيجابية بالنسبة لينا من ديار الكونغولية فريق مازيمبي. إن شاء الله في الروتور غنحاولوا نكونوا منظمين أكثر من هكا، كيف الشيء الطقوس الإفريقية كتبقى طقوس بوحدة جماهير، وكتمكننا من نجيب واحد النتيجه الايجابيه ولا غادي تعاوننا ان شاء الله في الوشور. راني مقلق في الاول، مازال باقي سخون، باسكو كنت كنامن نقدروا نجيو نربحوا هنا. الحق الصراحه ملي كتوصل هنا كترد البال ملي عندهم فرقه كبيره وعندهم سورتو جمهور كبير والاستاد ماشي سهل، سانتيتيك ما عاوناش، سافرنا بالحق ما قصرش نفتشوا على هذا الشيء. الصراحه بانت العيا شي واحدين بالحق، بانوا الدراري بعدا واخا هيدا في لو مونتال قاتلوا حتىو لو ماكسيموم، وبحال اللي قلت كان خصنا نبقاو باقي بالروح. الماتش غيكون ماتش اخر في الدار مولاي حسن، اللي نقدر نقول هي الجمهور ديال الرباط، اي رباطي خصو يجي ويشجعنا، ماشي يجي غير باش يجلس، خصو يجي يشجع الفرقه بحال اللي كيديروا الرجاء ولا الوداد ولا هنا التي بي مازيمبي، خصهم يكونوا الدوزيامهم اش باش دي كوب دافريك ولا باش تاهل. شفنا اليوم الجمهور خصو يدفع الفرقه ديالو، هكا نامن ان شاء الله الرباطيين غيكونوا معنا والمغاربه غيكونوا معنا باش ان شاء الله في الدار نكونوا نديروا ليكسبوا مع التي بي مازيمبي. مقابل ذلك فبانفيل مياهو مدرب مازيمبي اعترف بشراسة الفتح الرباطي وهدف فريقه الوحيد اسعده جدا. 1-0 c'est un score, c'est une victoire pour nous et là on ne va pas aller là-bas pour aller nous faire marcher dessus, on va aller jouer, c'est un match de football, la qualif va se jouer là-bas, donc on va chercher à jouer, on sera ouvert, on va jouer pour pousser et chercher à marquer un but. Donc par rapport à l'adversaire, ben, c'est une bonne équipe, ils ont essayé de jouer et aussi ils ont joué par rapport à leur tactique, jouer long sur le joueur de grande taille et puis jouer la déviation, tout ça. Donc je félicite l'entraîneur et aussi tous les joueurs des FUS d'avoir fait ces résultats. لتنتهي حكاية رحلة ذهاب شاقة بهزيمة خفيفة ممكن تداركها في مباراة الإياب التي سيحتضنها ملعب مولاي الحسن بحضور متوقع أن يكون كبيرا للجماهير الرباطية. استعداداته لبطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، يواجه المنتخب الوطني الأولمبي نظيره الإيطالي، مباراة تتابعونها مباشرة من فرارة الثلاثاء بداية من الساعة 5:30 عصرا على الرياضية ورياضية أجدي. نهائي كأس العرش 2016-2017 مباشرة على الرياضية والرياضية HD Live.
الجيش الملكي يلتقي أولمبيك خريبكا يوم الأربعاء الساعة 6:00 مساء مباشرة على الرياضية والرياضية HD لايف. اكتشفوا الخدمة الجديدة للبث المباشر SNRT Live للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. تابعوا باقة القنوات التلفزية والإذاعية في أي وقت وفي جميع أنحاء العالم. شاهدوا نشرات الأخبار والمباراة مباشرة على جهاز الحاسوب. استمعوا لإذاعتكم على لوحتكم الإلكترونية وعلى هواتفكم الذكية، وذلك بالولوج إلى الموقع الإلكتروني www.snrtlive.ma أو بتحميل تطبيق SNRT Live على App Store و Play Store. حصرياً وبفضل تقنية تايم شيفتينج يمكنكم استرجاع ما لا يقل على 6 ساعات من البث ومشاهدة كل برامجكم. زوروا الآن موقعنا www.snrtlive.ma واستفيدوا من خدمة البث المباشر. نهائي كأس العرش لموسم 2016-2017 مباشرة على الرياضية والرياضية HD لايف. قمة قوية تجمع الفتح الرياضي والرجاء البيضاوي بعد التعادل ذهبا. مباراة الإياب تعيد بالشيء الكثير. موعد تشاهدونه الخميس 6:00 مساء مباشرة على الرياضية والرياضية HD لايف. أنا مغربي، استجعوني 9 ديسمبر إن شاء الله، ديما مغرب. هوس واحد من أبناء المهجر الذي وثق اسمه بمداد من ذهب في مدينة أنفيرس ببلجيكا. جمال بن صديق ذو الأصل المغربي رأى النور في الأراضي المنخفضة وأصله من مدينة الحسيمة الغالية. كنت صغير، كان عندي 8 سنين بادية لي دالي عند واحد من دراسات ما عندنا في بلجيك فين كنت سكنه، ودخلني في كيك بوكسين. ومن ثم بديت كيك بوكسين. انا من صغير كنت كندبز، الضربه ديالي كنت سهله لا بجوج. انا كندير بجوج بهم، كيك بوكسين برجلي وبيدي. كما خصك حنا كنترينو زعما التكنيكال في المدرسه ديالنا، كنترينو على رجلي واليد. ومن ثم الا كندبزو كان عارفوا شنو كنديروا تما الا كان دخلنا في فري. عشقه مبكرا لرياضه الكيك بوكسينغ او الفنون القتاليه لم ياتي اعتباطا، بل نجم عن ولع الكبير لهذه الرياضه الذي شق طريقه منذ البدايه بانتصارات حاسمه فاجات جل التقنيين والمهتمين. جمال يمتاز بتقنيات عالية ومؤهلات تجعله رقما صعبا قادرا على الإطاحة بريكو. أنا سعيد بالاشتغال معه وثقتي كبيرة في قدراته. أنا كبير منهم وطويل منهم، والضربة كتجي سهلة لي. شي حاجة زعما كنتريني عليه ولا شي حاجة. قدره العطاء والتميز، وقدروا أيضا أن يصاب جمال بمرض
السرطان الفتاك، لكن إرادته الفولادية وعزيمته القوية مكنته من تحدي كل الصعاب ليواصل الحلم والتألق. أول مرة لي تعرف المريض كان في 2012، كان دي بريباراسيون لي في جابان. لعبت مع الاخر 16 الاخر ديال العالم، لعبت مع على سمته كبيره، وانا كان عارف شنو عندي. ما الطبيب كيقول لي خصك توقف مع كيك بوكسينغ، خصنا نديرو اوبيراسيون، خصك توقف، لابد خصك توقف. وانا تما ما بغيتش نوقف. نعم، كان هذا عزفا لنشيد الوطن المغربي مشاهدي الكرام. الملعب الذي تأسس سنة 1928 ويستوعب أكثر من 13,000 مشجع ومناصر. اليوم سنتابع وياكم نقلا تلفزيا من إيطاليا لمعاينة هذه المقابلة الهامة بين المنتخبين. الحضور الذي نتمنى أن يكون مميزا من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، اقل من 21 سنه ابناء مارك فورد الذين يبحثون من اجل الظهور بصوره جيده، ونحن الذين عشنا صراحه يومين يمكن اعتبارهما الاحلى والامتع على مستوى عالم كره القدم، على اعتبار ان المنتخب الوطني المغربي قدم نفسه بصوره جيده امام الغابون واكد على علو كعبه في مواجهه مثيره ضمن التصفيات المؤديه الى روسيا المنطقه الافريقيه. واليوم عاينا عبر القناه الرياضيه والرياضيه اتش دي لايف المقابلة المهمة أمام المنتخب الكوري. لن نقول فقط أن أسماء المنتخب الرديف، بل هم أيضا أسماء هامة يمكن الاعتماد عليها، هكذا تابعها المدرب فيرونار والذي أشرك العديد من الأسماء التي كان لابد من الوقوف على مدى جاهزيتها وأيضا إمكانية حقها لانتزاع الحضور أمام الفيلة أمام الكوت ديفوار. اليوم نعم نتواصل من خلال الفئات السنية العمرية، نتواصل من خلال مواجهات عديدة ومثيرة، نطمح من خلال أن نشاهد لقاء مثيرا يجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإيطالي بذكريات تعود بشخصيا إلى سنة 2005، إلى الحضور المميز على مستوى كأس العالم للشبان حينما كان الإمتاع مثير وحاضر وقوي من جانب المنتخب الإيطالي والمنتخب المغربي. المنافسة التي كانت قوية وقوية جدا عام دور الربع النهائي، الأداء الرائع والنتيجة المتعادلة هدفين داخل كل مرمى، وضربات الترجيح انصفتنا وأكدت حضور المنتخب الوطني المغربي لذاك للدور النصف النهائي ليقابل النسور النيجيريين في مباراة ثلاثة أهداف مقابل شيء. نعم كانت مباريات عديدة مثيرة، هذه الذكريات التي أعود بها شخصيا يعني في مباراة اليوم، ولكن اليوم نكهة أخرى وحضور آخر وأيضا لاعبين جدد سنتابع وإياهم ما يمكن أن يقدموه في ملعب باولو ماتسا هنا بفرارة، هنا بالمدينة الإيطالية القريبة تقريبا بخمسين كيلومتر شمال شرق بولونيا، حيث نتواجد اليوم وحيث نتابع هذا اللقاء الذي نتمنى أن يكون لقاء مثيرا وشيقا ويرقى لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان متتابعين عبر القناة الرياضية. نتواصل
ونتواصل من عالم كرة القدم والمباريات المباشرة. حكم هذه المباراة جوناثان لوردو يعطي انطلاقة هذا اللقاء بمعية فريدريك غودلين وأيضا لوران كونتي الذين يقودان أو الثلاثي الذي يقود هذه المباراة بالإضافة إلى الحكم الرابع ميشيل فابري. المنتخب الوطني المغربي بالأسماء المعروفة والزي الرسمي المعروف والذي عينناه في العديد من المواجهات اليوم بابن عبيد المادي، حضور أيضا للكواكب حمزة داري أشرف حموتي فارس حماس أيضا أمين باش أنس مشاركة المزروي أيضا نصير بن خطيب إسماعيل الكابتن والعميد في مواجهة اليوم يوسف النصيري حاضر في اللقاء سفيان كيان النجم النجوم اللي غيلعب مباراة اليوم أساسي وأيضا بس يمين ضربة خطأ للمنتخب الإيطالي. نتمنى أن نتجاوز هذه المحاولة نعم إلى خارج روحة الملعب. مجموعة من اللاعبين تابعناهم حتى على مستوى المنافسات الخاصة هناك بأبيتشون بدكار الألعاب الفرنكوفونية والمشاركة المغربية. المنتخب الوطني المغربي الذي توج بالميدالية الذهبية والمركز الأول، ونحن نتابع هذه المحاولة الأولى مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. إذن الدقائق الأولى من عمر هذه المواجهة والمحاولة الأولى لصالح المنتخب الإيطالي لم تقدم أي جديد، فيما ننتظر لمسات المنتخب الوطني المغربي أو اللمسة لسوفيا كيان الذي يعول عليه بشكل كبير في مباراة اليوم، نجم النجوم المنتخب الوطني المغربي اللي بإمكانه أنه يغير من نتيجة المقابلة في أي لحظة لأنه عنده إمكانيات محترمة وجيدة. سوفيا كيان لعب يو اس سنتانا الإيطالي الذي بإمكانه اليوم أن يقدم نفسه بصورة جيدة. الإيطاليين مع الدقائق الأولى من عمر هذه المواجهة يبحثون للضغط، يريدون الضغط على منطقة المنتخب الوطني المغربي. كرة ملعوبة الآن من جهة اليسرى من جانب اللعب كالافرية ديفيد عميد الفريق، والتغطية ممتازة من جانب الدفاع عن طريق داريش. إمكانيات المنتخب الوطني المغربي الأقل من 21 سنة بإمكانها أن تكون حاضرة وبقوة خاصة تحت تجربة المدرب الهولندي معروف مارك فوت الذي ساهم والسنوات الأخيرة في تكوين شيء جديد. نعلم الفئات السنية والعمرية هذه الفئات التي بإمكاننا أن نعتمد عليها في السنوات المقبلة، وبالتالي اليوم نشاهد الجيل القادم بعد الجيل الحادي، ولو أنه الآن في المنتخب الوطني المغربي هنالك أجيال يعني لاعبين عندهم فقط 20 سنة. بشرف حكيمي خير مثال على ذلك، أيضا حارث والآخر صغير السن، وبالتالي هذه الأجيال ما زال ما شافش كأس العالم ومشاركة في كأس العالم ومع ذلك حاضرة في القسم أو لنقول في المنتخب الأول، لأن الإمكانيات عندها دورها وعندها إمكانياتها وعندها أيضا دورها في الحضور في مثل هكذا مباريات كبرى. ونصير اليوم اللي لعب في كأس أمم أفريقيا وحضر الآن 21 سنة أو أقل من 21 سنة رفقة المنتخب الوطني المغربي، وهذه كلها بوادر على أنه منتخب آخر قادم بإمكاننا أن نعتمد عليه. نعم بإمكاننا أن نعتمد على قدراته وإمكانياته، والمنتخب الوطني المغربي الذي يعد العدة لقادم المنافسات وخاصة للأولمبياد ولقادم المنافسات على المستوى الدولي، نبحث لأن نكون جاهزين من خلال هكذا مباراة دولية. كرة ملعوبة ممتازة من الجهة اليمنى في اتجاه من سوفيا كيان، شات مباشرة في اتجاه تنس كانت متابعة من كوكب حمزة، اللاعب اللي قدم نفسه بصورة جيدة في أكثر من مباراة على الصورة، لاعب بولونيا الإيطالي اللي بإمكانه أنه هو الآخر أنه يساهم على الأقل في التمريرات الجانبية داخل منطقة الجزاء. محاولة يقول الحكم ضربة خطأ لصالح المنتخب الوطني المغربي، فرض الشخصية يجب أن ينطلق منذ هذه اللحظة، فرض الشخصية. واللاعب مزراوي نصير لاعب جون غياس يحصل على مخالفة، هذا سوفيا كيان يعول عليه بشكل كبير لعب ساليرنيتانا ومواليد 1997. حاول الآن فرصة إمكانية التصوير لكن كضيع، محاولة من جديد جاي اليسرى في غياب التسلل، فرصة ممتازة، الهدف الأول يضيع، الهدف الأول يضيع. محاولة ممتازة من جانب حمزة الكواكبي، كان بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك. مارك فوت يبدو أنه قد تحرك عقب العملية الهجومية الماضية، وحمزة الكواكبي كان بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك معلنا عن أول الأهداف من جانب المنتخب الوطني المغربي الذي يبدو أنه سيدخل في هذه المباراة رويدا رويدا. شوية بشوية الوقت بإمكانه
يعني بإمكاننا نستفدوا من الدقائق المرتقبة المقبلة ونشاهدوا أهداف. يعني هذا هو المطلوب من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، أن نشاهدوا الانسجام التكاملية والتعامل الجيد مع هذه المقابلة. ضربة خطأ شاهدوا هنا الطريقة الممتازة على مستوى بناء العملية الهجومية. حموتي فارس لاعب الميرتي السيتي اللي مر من الجهة اليسرى، لاعب الميرتي السيتي الإسباني فارس حموتي اللي كان بإمكانه أنه يقدم تمريرة أطول، ولكن كانت تمريرة أيضا جيدة، فكرة جيدة. كرة ملعوبة من جديد والاعتماد على الكرات من الجهة اليمنى، لكن حمزة كواكبي تحضير الآن في خط الوسط، كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي على مستوى خط الوسط. المترابطات الصغيرة السهلة السلسة مطلوبة ومطلوبة بشكل كبير. الإيطاليين اليوم أمام جماهيرهم وفي أرضية ملعبهم أكيد أنهم لا يريدون الخروج بنتيجة غير نتيجة الانتصار. حتى التعادل لا أعتقد أنه يقنع الإيطاليين وهم يخوضون هذه المباراة. محاولة ممتازة، ماذا يقول الحكم؟ تسلل، نعم تسلل في اللقطة الماضية، الكرة تموضع المهاجم أمام الحارس مباشرة للاعب لوجيا أليساندرو. شاهدوا هنا استلام ورفع الراية من الحكم المساعد. كرة مباشرة في اتجاه التماس على الصورة بيتزيا جيسيبي. كانت مناداته لأول مرة على أحد لاعبي المنتخب الإيطالي دي باولي، ولكن هو ما حضرش اليوم لاعب كيفو الإيطالي اللي تلقى لأول مرة استدعاء من طرف المدرب الإيطالي من أجل المشاركة في هذه المواجهة. نتابعوا هذه العملية من التصويبة جات بهذا الشكل، استخلاص واستثمار. حكم يقول كان هنالك تسلل، وبالتالي كان هناك خطأ. كرة رجعت من جديد لصالح عناصر المنتخب الوطني. سوفياكيين محاولة مرور، اختيار الجهة اليمنى، تماس عناصر المنتخب الوطني المغربي اللي يمكن نقول تتويجها بالألعاب الفرنكوفونية الأخيرة أعطاه طموح كبير كبير جدا، وخلى أن العناصر كلها أنها تكون طموح وبرغبة جامحة باش أنها توصل بنفس الانسجام بنفس العمل. عملية هجومية خطيرة للمنتخب الإيطالي ودفاع لحد الساعة في محاولتين اثنتين يبدو أنه في وضع حرجة دفاع عن المنتخب الوطني المغربي أقل من 21 سنة. كرة ملعوبة من جهة اليسرى، محاولة الانطلاقة بشكل جيد من جانب باس يمين لاعب نانسي فرنسي، وآخر مطاف يعلن الحكم هي مرفوعة. تابعنا المحاولة الأخيرة من كوترون باتريك اللي كان بإمكانه يقتنص كرة في الخط الأمامي. شاهدوا التدخل اللي كان في آخر اللحظات من داري الشرف لاعب الوداد الرياضي اللي قام بالتغطية الجيدة وإبعاد الخطورة الماضية. كرة ملعوبة دائما لدفاع الإيطاليين، والإيطاليين المشهورين بالتغطية الدفاعية وبالخطة المحكمة على مستوى التصدي أو القيام بالدفاع المتين. اليوم يهاجمون، كرة ممتازة فوق المرمى. تحضير مباشرة في اتجاه التماس، نصيري يستعد لتنفيذ التماس في الوقت اللي شاهدنا مع السيني جيان لوكا لاعب اتلانتا. رجعت الكرة من جديد على مستوى خط الوسط. المنتخب الإيطالي الذي يبدو أنه يريد الاستفادة بكل تأكيد من الحضور المغربي والتجربة المغربية وأيضا المشاركات المغربية، الدعوة التي أتت للاتحاد المغربي لكرة القدم للجامعة الملكية المغربية قصد تنظيم هذه المباراة المهمة، وأيضا قصد الوقوف على مجموعة من الأسماء ومشاهدة المدرسة المغربية عن قرب. نعم تتأتى
المشاركة وإذا مشاهدة هذا اللقاء اتحاد إيطاليا توفر على